آيات شعبان طبعا انت عضو القسم الشبيبي في شف عمر مدينة بلا عنف. ممكن انت حتسينا شو اي نشاطات تقوموا فيها في هذا المشروع؟ احنا بقسم مدينة بلا عنف بشبيبي اللي هي مسؤول عنا الاخ ياسر يوسفين، احنا بنتطرق لغدة شغلات اللي هي ممكن تساعد غيرنا، واحنا بنتطرق لمنطلق العطاء. ممكن احنا فينا كتير نشاطات اللي هي بنعمل فعاليات رمضانية، بنطلع رحال، بنعمل كتير شغلات اللي هي ممكن تساعد غير، وهدفنا دائما انه احنا نساعد غيرنا ونحاول دائما نكون نبرز شبيبي ناجحة بشفاء. انتوا يعني بيختاروكوا انتوا كمركزين، يعني انكم تعملوا والله انه بيختاروكوا انه انتوا بخطر، انتوا واقعين تحت خطر معين او انه خايفين تنزلقوا طلع العنف؟ لا، احنا شب مجموعه اللي هي بيقدر اي شاب من شفا عمر اللي هو يقدر يتقدم لهي المجموعه. انتوا جماعه يعني كلكم طلاب ثانويين؟ خليني افهم المجموعه. في احنا من صف تاسع واطلع في المجموعه. انتوا مش اللي انتوا بتقعوا في مشاكل من عائلات اللي فيها عنف، انما انتوا بدعوكوا انتوا يعني على اساس تديروا المشروع للطلاب اللي عندهم قضايا. احنا طبعا بنحيي موقع الغزال، موقع مالك، شبيبي لازم موقع كل العرب، شباب شفا عمر كل المواقع العربيه الجباره اللي بتمثل فيها انه في شبيبي كثير منيح ببلدنا، فليش احنا ما نكونش منهم وننضم لهي الشبيبي؟ فاحنا بنحاول المكسور 3-0 لكل الشباب اللي هن بجيلنا انه هاي المكسور 3-0 دائما بنحث انه الناس تتقدم لل. بس انتوا بالمشروع بتشعروا انه مش انتوا الفئه المستهدفه، غيركم مستهدفين؟ غيرنا بهدف انه احنا نساعد غيرنا نعمل لغيرنا. بس ولقاء هاي المساهمه بتاعتكم يعني في اجير والله انه انتم تطوعا؟ تطوع لهذا الشيء. احنا عندنا لقاء كل اسبوع بكون يوم الخميس. احنا مثلا احيانا بنكون مع بعض عشان نوحد فكره معينه ونحافظ على العلاقات المنيحه بيناتنا، واحيانا مثلا الفرقه مثلا متقسم يوم خميس مثلا ويوم اربعاء حسب كيف بكون الدنيا. الاستاذ ياسر المسعود، وشو رضاك لحد اليوم عن المشروع واللي بتقوموا فيه؟ انا كثير مبسوطه بالمشروع لاني انا حاسه اني عم بعمل إشي لبلدي، وعم بعطي الاشياء قوه العطاء اللي عندي انا عم بطلعها في اني اساعد ناس اللي هي بحاجه عن جد. يعني مش عم بحس بالانانيه تجاه هذا الشيء، دائما عم بحس اني عم بعطي غير لاني عن جد بحاجه. وانت اشتركتي انت وراكي وثيقه شفا عمر لمنع العنف في الوسائل العشر، اشتركتي في هذا المشروع مشان بلوروا العشر نقاط؟ هاي العشر نقاط انا كنت احدى الناس اللي كتبوها اللي كانوا فيها، وانا كنت احدى الناس اللي وزعتها على هاي على اهل بلد شفا عمر. وكيف يعني اجتمعتوا انتوا كشباب ووصلتوا لهي النقاط؟ اتناقشتوا؟ احنا كشباب دستور شفا عمر خاص فينا احنا بجيل شفا عمر، نحاول قد ما بنقدر نمنع العنف راح يكون مع النهايه بشفا عمر. المجموعه اللي هي بدها دائما بدها شفا عمر تكون في بال الناس ودائما تبرز لهون. فاحنا لما عملنا وثيقه شفا عمريه كان هدفنا انه احنا نمنع العنف بشفا عمر ونحافظ دائما على بلد اللي هي بارزه بالنجاح والعطاء وكل الاشياء. واليوم تشعري انه شفا عمر امنه؟ اشعر انها امنه وراح اضل اعمل، راح اضل اعطي اللي بلد ضلها متميزه دائما. شكرا لك، شكرا ايات، شكرا، يعطيك العافيه، شكرا.